بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المعروف بمتن أبي شجاع أو متن الغاية والتقريب، قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. ويتكلم على نظر الرجل للمرأة، والمناسب في نظر الرجل إلى المرأة الكلام على النظر من أجل الخطبة التي هي مقدمة للنكاح، لكنه استطرد بقية الأقسام لتعلقها بالمقصود. نحن نتكلم على باب النكاح، المناسب بباب النكاح إيه؟ حاجتين، مش حاجة واحدة كمان، النظر في الخطبة لأنه مقدمة للنكاح، ونظر الخاطب ونظر الناكح إلى منكوحته فقط. طب وبقية الأقسام متعلقة بهذا على سبيل الاستطراد، ذكرها على سبيل الاستطراد. بدأ بأولها، قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. ده باعتبار ما ذكره هنا، وإلا فنظر الرجل إلى المرأة أكثر من هذه السبعة أضرب، إلا أنه بحسب ما ذكر على سبيل الاختصار والاختصار. قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة، بتقديم السين على الباء مش تسعة، اختلطت، ممكن تختلط، ولذلك ينبه عليها. أضرب يعني أقسام. طب القسم الأول بقى بيقول إيه؟ نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. يبقى ده أول قسم، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، يشمل كل بدنها، كل بدنها، وهذا بالإجماع. فإذا نظر إلى كل بدنها كان ذلك محرما عليه، سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة، سواء كان ذلك بخوف فتنة أو لم يكن بخوف فتنة. وأما النظر إلى الوجه فقط والكفين فوقع خلاف بين أصحابنا، فالصحيح كما في المنهاج أن النظر أيضا إلى الوجه حرام، واليدين كذلك. ومقابل الصحيح أنه يجوز النظر إلى الوجه واليدين بشرط ألا يترتب على ذلك شهوة، أو ألا يكون ذلك دقة، ألا يكون ذلك بشهوة، وألا يترتب على ذلك خوف فتنة. ده كلام، ده معنى الايه؟ البيت. مش معنى البيت، معنى القطعة بطريقة لطيفة سريعة. لكن في هذه القطعة قيود وشروط كثيرة ينبغي أن نتعرض لها. ونظر الرجل، يقصدون بقى الرجل مطلق، الرجل سواء كان بالغ أو غير بالغ، وسواء كان مجبوب أو غير مجبوب، أو كان فحل أو غير فحل، أو كان ممسوح أو غير ممسوح، أو كان مراهق أو غير مراهق. طب ونظر المرأة إلى الرجل فين هي؟ ونظر الرجل إلى الرجل فين هو؟ ونظر المرأة إلى المرأة فين هي؟ ونظر الرجل إلى محرمه فين هو؟ ونظر المرأة إلى محرمها فين هو؟ ونظر الصغير إلى الكبير فين هو؟ ونظر الكبير إلى الصغير، ونظر الصغير إلى الكبير فين كل الكلام ده؟ ونظر العاقل إلى المجنون، ونظر المجنون إلى العاقل، والنظر إذا كان اختيارا أو إذا كان يعني بغير قصد. ده مسألة النظر دي بقى كبيرة أوي. ده مسألة متفرعة وفيها قيود وفيها فروع كثيرة. ونظر
نظر الرجل. طب ما هو ما تكلمش أيضا على نظر المرأة إلى الرجل الأعمى ونظر المرأة إلى ده كلام كتير يعني، بس خلينا كده مع المتن على قدر المتن. قال ونظر الرجل، قال والمراد بالرجل هنا الذكر، دي واحد خرج الأنثى، رجل نظر الذكر إلى المرأة يبقى نظر الذكر. طب البالغ يبقى الذكر البالغ، ده تاني ايه؟ او قل ده اول قيد، قيد اول. بالغ يعني يا مولانا يعني بلغ حد الابناء او بلغ بالسن 15 سنة، وهو يشمل كما يقولون الفحل. الفحل هو الذكر الكامل الذي بقي ذكره وأنثاه، ده مصطلحات محدش يعني لا يغضب منا أحد عندما نقول هذه المصطلحات. والخصي يعني خصي يعني سليت أو قطعت خصيته وبقي ذكره. ويشمل أيضا الرجل البالغ المجبوب الذي قطع ذكره وبقيت أنثياه اللي هما الخصيتين. يبقى الذي يحرم نظره إلى نظر شيء من بدن المرأة الرجل البالغ، ويشمل الفحل والخصي والمجبوب. طب نظر الممسوح، بيسموا فيه بقى مصطلح آخر ممسوح، يعني ليس هناك ذكر ولا ليس هناك خصية، ممسوح يعني قطع هذا وذاك. عارفين الممسوح ده في عصرنا الحديث هو مين؟ عارفين بعض الناس كانوا بيقولنا يسألونا عن تحويل الجنس، وبيبقى هو رجل تم الرجولة، لديه انتصاب ولديه إمناء ولديه صفات الرجل، ولكن عنده ميل نفسي خبل يعني عقلي إن هو امرأة. ورأيت هذا كثيرا في هذا الزمان العجيب الغريب، رجل جاي راجل راجل وقال انا عايز ابقى ست. طب انا اعمل لك ايه يا ابني؟ ربنا خلقك كده، عايز تغير خلق الله؟ فبيروح يعمل ايه بقى؟ يعمل عمليه، يقطع ذكره يشيله له بره كده يرميه في الزباله، وخصيته يرميها للكلاب وللقطط تاكلوها وخلصت، ويعمل له كده حاجه كده مثلها مثل فرج المراه في تلاعب شديد بالبشريه. ما هو هي دي نتاج ان المسلمين اصبحوا في ذيل القائمة، لو كانوا لهم السيطرة لمنعوا التلاعب بخلق الله، بس في خلاص فيقوم شايل كل الكلام ده ويعمل له كده شرطة معينة يبقى كده عامل زي انه امرأة. لا ده ممسوح، هو رجل ولكن رجل ممسوح. ليه؟ لان الذكر والانثيين الخصيتين هو أزله واعتدى على خلق الله، فده بيسموه إيه؟ ممسوح. فالممسوح ده مع النساء كالمحرم، يعني ينظر إلى المرأة فيما عدا ما بين السرة والركبة، والعكس عندك هناك. فهو مع الرجال والنساء كالمحرمين. يعني يا مولانا يعني نظر محدد بما بين السرة والركبة، اللي حرام عليه ينظر ما بين السرة والركبة فقط، وما عدا هذا أبيض يا ورد. طب نظره فيما بين السرة ما عدا ما بين السرة والركبة مشروط أيضا بألا يكون بشهوة،
يعني ما يشتهاش. طيب، وأما المجنون، قالوا المجنون لا يوصف نظره بحكم، لأن المجنون ليس مكلف، فلا يوصف نظره لا بكونه حلالا ولا بكونه حراما، لأن نظره في حكم نظر البهيمة لا حكم له. طب بالنسبة للمرأة مع المجنون، قالوا يجب عليها الاحتجاب عنه، يجب عليها أن تحتجب أمامه. طب والمراهق الذي قارب البلوغ، يعني عليه علامات ظاهرة على البلوغ وما أمناش، ولكن نبت شنبه وغلظ صوته، بيسموه ايه؟ مراهق، صوته كده خشن، بيغلص في صوته وطلع له حته شعرات كده في وشه كده من زي العيال الماليزيين. فالمراهق هو الذي قارب البلوغ، نظره كنظر البالغ. ايه ده؟ ما هو ليس مكلف، فهل يحرم عليه النظر؟ لا، ما هو نظره كالبالغ. ده بالنسبة للولي، الولي يمنعه من أن ينظر إلى النساء، فالمطالب بالمنع ليس هو المراهق، ليس هو المراهق، وإنما المطالب بالمنع هو الولي. وأيضا المرأة يحرم عليها أن تنكشف على المراهق، وهذا يبين لك ما حصل في هذا الزمان من التساهل بشرع الله. تقول لك هو ده عيل كبير، هو راجل كبير، والمرأة تطلع عليه كأنها طلع على جوزها، يا انت بتعمل ايه؟ ما فيش قلة الدين او قلة الفهم او قلة الاهتمام. طيب، أما بقى غير المراهق، طفل صغير يميز، نعمل معاه إيه؟ تظهر عليه المرأة كما تظهر على أولادها زي المهنة؟ قالوا لا، قالوا إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة، يعني بيشتهي، ما هو الطفل ممكن عيل صغير يشتهي 9 سنين وبيحصل له انتصاب وعنده اشتهاء، لكنه لم يبلغ حد الاحتلام. قالوا إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة فهو كالبالغ. مايز بقى ده عيل صغير، ولما بيحكي بيحكي، واحنا عارفين ما الشهوة لها يعني ظواهر خارجية يعرفها الجميع، ده امر بشري، واخد بالك، في علامات وقرائن. فان كان يحكي ما يراه من المراه بشهوه فنظره كالبالغ، يعني ايه؟ حرام، حرام على وليه ان يمكنه من هذا، فعلى الولي ان يمنعه من هذه النظرات الفاجرات. وإن كان لا يقدر على حكاية ما يراه، ما بيعرفش يوصف، أصلا يوصف يعني إيه؟ يعني يقول والله معلش بقى العلم ما فيهوش حياء يا ولاد، محدش يستحي، لأنك هتقف مثل هذا الموقف وهتشكو. العيال الصغيرة كده يروح كده يبقى قاعد عند طنط الجارة، أنت كنت بتعمل كده ولا يا محمد؟ اوعى يا محمد، بس انا عارف المصريين يعني فيهم شويه كده ايه، حاجات مش سليمه. يذهب الى الجاره الفلانيه ويجلس عندها، روح بقى لامه يقول لها والله يا ماما انا شفتها كانت حاطه احمر واخضر مثلا، وكانت لابسه لبس يعني حاجات كتير باينه من جسمها. العيال الصغيره كده والله كده ونص كمان،
احنا شفنا بلاوي، شفنا ايه بلاوي. واذا بيحكي لامه اصل والله يا ماما كان رجلها ظاهره وكان مش عارف ايه ظاهر وكان ايه ظاهر وامه عارفه ان هو بيحكي بايه، مع بوادر مع شيء من ظواهر الشهوه. طيب امه بقى تعمل له ايه؟ تمنعه، وابوه يمنعه، الولي هو ابوه اصاله يمنعه من هذا. طيب كلام جميل. ونظر المرأة ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة لسه ما جاتش سبعة. المرأة مين بقى هي المرأة؟ قالوا هي الأنثى. أمال يعني الجنية؟ أنثى البالغة ومثلها المراهقة، يعني التي قاربت الاحتلام. والصغيرة التي تشتهى، يعني تحرك الطبائع والغرائز، غرائز الرجال، يبقى هذه هي التي يحرم النظر إليها. يعني عندنا في المصريين يقول لك إيه؟ يعني كبرت واتدورت وبدأت تفور وإن لم تبلغ. دي المراهقة، يعني قربت اهي بس كده حاجة بسيطة ويجي لها الحيض، حاجة بسيطة وتحتلم، حاجة بسيطة وممكن تبقى 15 سنة. طب والصغيرة؟ لا صغيرة بس جسمها كبير، ومن شأن أن من شأن هذا الجسم أن يشتهى وأن يرغب، خلاص يبقى حرام أن ينظر إليها. طب الصغيرة حاجة صغنطاطة كده لا تشتهى، لا يحرم النظر إليها. لماذا؟ قالوا لأنها ليست مظنة للشهوة، دي أصلا ليست محل لأن تشتهى. مين اللي هيشتهيها؟ أنا بتكلم على أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة. نعم يحرم النظر إلى فرجها حتى وإن كانت صغيرة. كان الإسلام بيربينا ويأدبنا على تهيئة النفس للابتعاد عن مثل هذه الأشياء. وكذلك يحرم النظر إلى ذكر الصغير إلا الأم في زمن التربية، إذا احتاجت إلى النظر إلى هذه المواطن فإنه يجوز لها. طب وتمس ذكر الطفل أو فرج الطفلة، تمسه إذا دعا ذلك، دعت حاجة بتغسل لها، بتحميها، بتعمل لها بيبي، هتعمل ايه مش بتغسلها؟ ما هو ما عادش منكم ابتلي بالتربيه الا القليل. واما الكبيره فيحرم النظر اليها، امراه كبيره عندها 90 سنه، 100 سنه، لكن لا تشتهى. قالوا ايضا يحرم النظر اليها، ويحرم الخلوه بها. وذكروا لذلك قالوا لأن كل ساقطة ولها لاقطة، يعني اللي انت شايفها دي مش لا تشتهى. في بعض الناس دماغهم ممكن يشتهوها، ما من لا ساقطة إلا ولها لاقطة. قالوا يعني ما من ثمرة تسقط من الشجرة إلا وتجد من يتلقاها ويتلقفها، ما من ساقطة إلا ولها لاقط. وهذا جزء من بيت شعر ذكره علماؤنا، ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. واقتطعوه وجعلوه مثلا. طيب كلام جميل. طيب خلصنا كده من لسه ما خلصناش. أجنبية يبقى أجنبية أخرج إيه؟ نظره إلى نظر، يبقى أخرج اللمس، هنتكلم على اللمس. نظره إلى أجنبية، خرج بالأجنبية مين؟ المحرم، وخرج الزوجة، وخرج الأمة، سيأتي الكلام على ذلك.
لغير حاجة خرج الكلام، خرج من ذلك ما إذا نظر إلى حاجة، سيأتي الكلام على ذلك، فغير جائز. طيب، وقلنا بأنه يحرم النظر إلى بدن امرأة أجنبية إذا كان النظر إلى غير الوجه والكفين ولو غير مشتهات زي الكبيرة الطاعنة، وكان النظر قصدا وكان لغير حاجة، فهذا حرام قطعا. ما فيش خلاف عندنا في المذهب إن النظر إلى بدن المرأة الأجنبية في غير الوجه والكفين ولو كانت غير مشتهات وكان ذلك قصدا وكان لغير حاجة، فإن النظر في هذه الحالة يوصف بأنه حرام قطعا. وقالوا يحرم النظر إلى الوجه والكفين ولو من غير شهوة أو خوف فتنة. فتنة يعني إيه؟ يعني ميل ودعاء إلى الجماع على الصحيح. يعني في المنهاج قال بأنه يحرم النظر إلى الوجه والكفين سواء كان بغير شهوة وسواء كان بغير خوف فتنة. وقيل لا يحرم مقابل الصحيح المذكور في المنهاج، وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر منها، فلهن أن يبدينها وهي الوجه والكفين. فقال إيه؟ لا تبدي الزينة إلا الوجه والكفين. ولذلك هنا إلا ما ظهر منها، يعني ولا يبدين زينتهن يعني مواضع زينتهن، إلا ما ظهر منها يعني إلا هذه المواضع التي تظهر منها وهي الوجه والكفين. فيبقى الوجه والكفين مسموح بإظهارهما، وإذا سمح بإظهارهما ترتب على ذلك جواز النظر إليهما إذا لم يكن بشهوة أو خوف فتنة. ولذلك قال المحققون والمعتمد الأول الذي ذكره في المنهاج بالصحيح، شو بقى المتأخرين قالوا إيه؟ نظرا لما ابتلي به الناس لضرورة الاجتماع البشري واجتماع الرجال والنساء في كل مكان، ده ما فيش مكان إلا وهتلاقي المرأة في وشك، تعمل كده هتلاقي في وشك، طب أنا هلف الناحية في وشك، طب الناحية دي في وشك، طب الناحية دي في وشك، طب كده في كل مكان في امرأة، طب هعمل إيه؟ أمشي كده؟ أحط عصابة سوداء وأخلي حد يجر؟ ما هو مش كده، الإسلام مش كده، ما من مكان هتعمل كده هتشوفها، هتعمل ده أنت هتمشي بقى عندك وسواس. فالانضباط أن تقلد من أجاز خروجا من الإثم، لأن دي ضرورة التعامل. أنا واحد في دار الإفتاء وأجلس مع الأسئلة، فتأتيني المرأة وتسأل، عارف لو ما نظرتش إليها وكلمتها وتفاعلت مع سؤالها تخرج وهي غير مقتنعة، وما بصليش ليه؟ ده بين عليه مريض نفسي، ده بين عليه سلفي، لا ده أنا مش سلفي، ده أنا بكره السلفية كما أكره إبليس، يمكن بيني وبين إبليس يعني عذر، ما بعصرش السلفية، فأنا بكرههم، فتخرج تقول لك لا ده سلف، ده ما بصليش. وحصل إن بعض الناس اشتكوا من هذا السلوك، قلنا لا خلاص انظر وخد بالرأي الآخر وقلد من أجاز، تبص لها وتتكلم معاها تنظر إلى وجهها وخلاص كده، إيه المشكلة يعني؟ وطن نفسك على أن اللي قدامك دي حجارة، تنضبط الأمور معاه، أنا بتعامل مع حجارة، خلص. حجارة يعني إيه؟ يعني ولا أي حاجة، وتسلم بذلك من دعاء النفس
تسلم بذلك من دعاء الشيطان، تسلم بذلك من أي شيء، وتنضبط الحياة لضرورة التعامل. ما هو بقى صعب زي أستاذتك في الفصل، محاضرة تحاضر لك، هتعمل إيه؟ هتعمل كده؟ لو سألتك هتعملها كده؟ عايز إيه حضرتك؟ مش كده يعني، مسألة المسألة صعبة. ولذلك سيدنا الشيخ الباجوري ذكر القول الآخر، وهو جواز النظر بغير فتنة ولا خوف، بغير شهوة وبغير فتنة، قال: ولا بأس بتقليد الثاني الذي قال لا يحرم النظر، لا سيما، شوف 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 عبارته، قال: خصوصا لا سيما في هذا الزمان. زمان مين؟ والله ما قلناش الشيخ بقول ريتك حضرتك بس تيجي لحظه وتمشي. ده في سنه كام؟ 1200. كام 1000 وكام؟ 1200. دلوقتي بسم الله ما شاء الله المراه نفسها تبقى رئيس الدوله. لا ده المجتمع اختلف خالص. بيقول لك: ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والاسواق. كثر، امال احنا عندنا ايه؟ بيقول لك بخرجوا للاسواق. لا يا مولانا، دلوقتي لا سيما ان المراه بقت مقيمه في الشارع. لا سيما مولانا ان المراه مش بتخرج في الاسواق، لا ده بقت هي الاسواق، ده قاعده في السوق ليل نهار. مش بتخرج السوق وترجع. وبيتكلم على سنة 1200، يعني تلاقي مصر ساعتها كانت مثلا كم مليون؟ 4 مليون ولا حاجة. ده في مصر، لأن سيدنا الشيخ الباجوري شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر، توفي سنة 1200 يعني 57 56 260 حاجة زي كده. يعني من كام سنة مشايخ؟ يعني من 180 سنة 170 سنة بسيطة. هتلاقي لو في واحد معمر في ماليزيا ابوه شاف الشيخ الباجوري لو جه مصر، يعني هباب اهو. الشيخ سيدنا الشيخ محمد زكي ابراهيم رضي الله تعالى عنه وارضاه كان تلميذ خادم الباجوري. وسيدنا الشيخ مات اواخر يعني التسعينات، تتلمذ على خادم سيدنا الشيخ الباجوري. لا يعني بنتكلم في ايه؟ 1260. كنا 4 مليون وكانوا بيخرجوا، دلوقتي احنا كام؟ الصلاه على النبي كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده 105 وانت بتقول دلوقتي، اول ما تقول 105 تبص تلاقيهم زادوا نص مليون في اللحظة على طول، النسوان بتحمل على طول، بسم الله ما شاء الله. 100 مليون، يعني منهم كم امرأة؟ القاهرة لوحدها شايلة فوق 35 مليون. 35 مليون دولت فيهم كم واحدة؟ يعني تقريبا 35 مليون، عشان الراجل زي الست 17.5. خليهم 15 مليون، 15 مليون امرأة. والمرأة خلاص يا سيدي الفاضل صلى على النبي، واحنا صغيرين كده كنا في سن الواد تقي ده في العشرينات، كنا نشوف المرأة أول ما ترى الرجل توسع له تتيت، يعني تأخذ كده طريق وهو عشان هو يعدي استحياء منه، فكانت النساء بتوسع للرجال الطريق. الآن المرأة تخش وتضرب كده اهو، ايه ده انت داخله فين يا حاجه؟ يا ماما انت فين؟ اهو ما بقاش في حياه اصلا. انا ما بتكلمش على بناتنا دول، بناتنا دول الحمد لله يعني ما زلنا بحيائهن الحمد لله. احنا ما بنتكلمش على الصفوه، بنتكلم على يعني عموم الناس. فبيقول لحضرتك: لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء. والله ده من 180 سنة، الله يكرمك عم الشيخ الباجوري. في الطرق والأسواق، لا الأمر بقى أوسع من ذلك بكثير. المرأة بقت محاضرة في الجامعة وما ينفعش إن حضرتك ما تبصلهاش،
حصل ولا مش حصل عندكم في كل مكان؟ بقت دكتورة، بقت حضرتك بتتعامل معاها في كل مكان. فلو لم نعمل بالرأي الثاني ده هيبقى فيه مشقة شديدة، وهيبقى فيه يعني مشاكل ضخمة جدا تترتب على هذا. احنا ما بنقدسش آراء، احنا نأخذ من الآراء ما يسهل علينا حياتنا. في واحد عشان ينصر الرأي يتخانق. طب يا مولانا ما تشوف الواقع شكله ايه يا اخي؟ كلما حدثت حادثة لابد ان نحدث لها ما يناسبها، ولكن ما فيش. طيب على كل حال خلصنا من والى اجنبيات لغير حاجات فغير جائز. وهنا امور متعلقة، قالوا كل ما حرم نظره متصلا، حرم نظره منفصلا. تحفظ الكلام ده، كل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. بسيطة جدا، المرأة قصت شعرها ورمت شعرها، وحضرتك الشعر أمامك، إذا كان نظرك وهي الشعر متصلا بها، نظرك والشعر متصلا بها حرام. فإذا قصته فنظرك إليه وهو مقصوص حرام. يبقى كل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. ده ذهبوا إلى أبعد من هذا، وإن كنت أنا يعني في النفس شيء، قال لك حتى دم الفاصد، يعني الدم بتاعها لما يخرج منها تحرم عليك أن تنظر إليه، ضفرها لما تقصقصه يحرم عليك أن تنظر إليه، لأنه حرم نظره وهو متصل فيحرم نظره وهو منفصل. ولذلك كان بيجينا بعض الأسئلة يقول لك في بعض البلدان زي الهند بيأخذوا شعور النساء ويصنعون منه باروكات، والنساء يلبسن هذه الباروكة، فما حكم النظر إلى هذه الباروكة التي يعني صنعت بشعر آدمي؟ حرام هي النظر إليها، نتكلم عن النظر إليها من صنعات، النظر إليها حرام، لأن كل ما حرم نظره متصل حرم نظره منفصل. طب احنا بنتكلم دلوقتي على شعرها وضفرها، طب صوتها، وليس صوتها عورة. ده مذهبنا كده، ان صوت المرأة ليس بعورة. الأدلة كده، الأدلة التي اعتمد عليها أصحابنا يعني تقول بأن صوت المرأة ليس بعورة. كانوا بيسمعوا الأحاديث وكانوا بيتكلموا وكانوا بينقلوا التواصل بينهم، فلا يحرم سماعه ما لم يخف فتنة. فتنة تدعو إلى الميل الشديد إلى جماعها. وكذا إن التذ به، تلذذ بسماعه، شعر بلذة قلبية بسماع صوت امرأة فيحرم ذلك. قال لغير حاجة، سيأتي بقى ان يعني النظر لحاجة كالشهادة والمداواة والمعاملة وإلى آخره جائز بضوابط. قالوا فغير جائز نظر إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. طيب الدليل على ذلك أنهم قالوا في حديث من نظر إلى امرأة أجنبية حرام، إلى امرأة أجنبية حرام يعني محرمة عليه، عشان يخرج غير المحرم عليه، تكوى عيناه يوم القيامة بمسامير من نار.
قالوا وهذا إن حصل النظر قصدا، يعني هو قصد أن ينظر إليها، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود قال الأولى لك والثانية عليك. فإن حصل من غير قصد بل حصل اتفاقا فلا حرم. أبص كده لا الست غلط، بس ما تداومش بقى، ها يعني بتقولش طب ما هي الأولى ليا، لا ده الأولى استدامته حصل بقصدك، يبقى الاستدامة حرام. قال والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، يعني من زوجته وأمته. يبقى هنا بيتكلم على الضرب والنوع الثاني من أنواع النظر إلى المرأة. أنهي مرأة بقى؟ المرأة الزوجة. فيجوز له أن ينظر إلى بدن زوجته وإلى بدن أمته التي يجوز له أن يستمتع بها. مش كل أمة، لا، في أمة يجوز له أن يستمتع بها وفي أمة لا يجوز له أن يستمتع بها. فالأمة التي يجوز له أن يستمتع بها يجوز له أن ينظر إلى كل بدنها في حال حياتها وكذا بعد مماتها. بالنسبة للأمة، يبقى في حال حياة الأمة يجوز له أن ينظر إليها إذا بشهوة وإذا كانت ممن تحل له أن يستمتع بها. طيب وإذا ماتت جاز له أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون ذلك بشهوة، وأن يكون بعد وفاتها، وكذا يجوز النظر بعد الموت بغير شهوة حتى ولو نظر إلى ما بين السرة والركبة. ده بالنسبة لأمته. قال إلى ما عدا الفرج منهما. طب الفرج بقى القبل والدبر، ينظر إلى فرجها قبلا ودبرا. قالوا مكروه بلا حاجة، وعندنا رأي ضعيف يقول بأن نظر الرجل إلى فرج امرأته أو أمته حرام، وهذا مرجوح، والراجح أنه مكروه. قالوا وإن نظر إلى باطن فرجها أشد كراهة. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مظهرة ومبينة للخلق النبوي وللمنهج المحمدي في مثل هذه الأمور، قال ما رأيت منه، يعني ما رأت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها فرجها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما خبر النظر إلى الفرج يورث الطمس، قالوا ضعيف. يعني إيه الطمس؟ قالوا يعني العمى. العمى فيه؟ في الناظر، يعني هيورث ويؤدي إلى العمى في الناظر. وقيل لا، ده العمى في الولد الذي يتولد بينهما. وقيل العمى في القلب، والأول وهو العمى في الناظر أقرب لكونه هو الحقيقة. طب الحديث ده أصحابنا قالوا بأنه رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، وذكره ابن الجوزي في كتابه المسمى بالموضوعات، وقال ابن عدي حديث منكر، وممن صححه ابن الصلاح، وخطأ من عده في الموضوعات، وهذا أو ذاك هو مكروه. ويستثنى زوجته المعتدة عن وطئ الغير، يعني وطئت زوجته بشبهة، فإنه يحرم عليه أن ينظر ما بين السرة والركبة، ويحل أن ينظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة.
حتى وإن كان بشهوة. والثالث، خلصنا من الضرب الثاني. عايز تسأل فيها ايه؟ غير الشهوة؟ انا مش فاهم حاجة، فين الميكروفون حتى اسمع؟ بارك الله فيك. وقال ولا علم لما سوى ذلك بلا شهوة. يبقى انا ما نقلتهاش دي، ويحل بلا شهوة فيما سوى ذلك بلا شهوة. طيب بلا شهوة، هنعدل الجزئية دي، انه الأمة التي او زوجته المعتدة عن وطئ شبهة لغيره يحرم النظر الى ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك يجوز بلا شهوة، لانه هو ما دامت يعني انها اعتدت من غيره فكأنها يعني مفصولة منه ومنزوعة منه لحق الغير. طيب بلا شهوة، احتراما لحق الغير. طيب هتسأل في حاجة تاني؟ صغير فين هو؟ أنه كلام؟ تشتهى، هي اللي نفسها تشتهى، مش هي اللي تشتهي، تشتهى. لا، وضبطها بأنها التي تشتهى، وغالبا هي تكون مميزة غالبا يعني. فين يا دكتور؟ ايه تاني؟ الفرد، الأظافر، مطلقا ظفر يد أو رجل، حتى لو طلع إن مناخيرها ظفر وفصل منها يحرم النظر إليه. نحت نعلها، هو نعلها متصل بيها؟ لا انت فقيه. لا يا له ياما، النعل جزء منها يعني، دلوقتي جزمتك جزء منك ازاي؟ لا مش متصل بيها يعني. هل نعلي جزء مني؟ لبست ايه يعني؟ القميص ده جزء من حضرتك؟ لا يا ابني، مش جزء، مش متصل اتصال خلقه. هم يقصدوا بالاتصال اتصال الخلقه، يعني هي لما اتولدت كده اتولدت ولابسه جزمه؟ يا لهوي، وانت اتولدت وانت لابس القميص ولابس الطاقيه دي؟ طب ما هي الطاقيه يعني. لا، هم يقصدون بالاتصال يا ولدي الاتصال خلقه، يعني هي نزلت اليها متصله بها خلقه. طب والضوافر متصل اتصال خلقه. طب طب افرض ان هي لبست الجزمه، وزي ما تقول خياطة الجزمة في رجلها الحذاء، فصارت لا تستطيع أن تخلعه. لا، مش متصل اتصال خلق، ولذلك لو خلعت جزمتها أبص لجزمتها حلو، بس ما لم أنظر إلى الجزمة وأشتهيها يحرم، زي ما بيقول سيدنا الشيخ الباجوري، يحرم النظر إلى هذه الجزمة بشهوة، أو إلى العمود، أو إلى أي شيء بشهوة، لكن الجزمة ليست متصلة اتصال خلقة. بارك الله فيك. لا، ده على الصحيح، ده على الصحيح، كلام جميل وكلامك جيد. أنت بتقول إن الأظافر انفصلت، صح كده؟ طب ما الأظافر تبع لليدين والايدين. ده احنا بنقول لك على الصحيح. طب ومقابل الصحيح؟ مقابل الصحيح بيقول لها
متصلة أو منفصلة لا يحرم النظر إليها بغير شهوة. فكلامك جيد، ولكن هذا تفريع، كلامك يأتي على مقابل الصحيح لا على الصحيح. ها ايه تاني؟ مين اللي هيسأل تاني؟ طيب الضرب الثالث، قال ونظره، نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة. محارمه يعني إيه؟ ما هو المحرم كل ما حرم عليك نكاحه، سواء بنسب أو رضاع أو مصاهرة. نسب يعني رابطة بيني وبين المرأة، أختي نسب، أمي رحمها الله نسب، جدتي لأمي نسب، جدتي لأبي نسب، بنت أخويا نسب، بنت أختي نسب، إيه هو؟ أو رضاع، أمي من الرضاع التي شربت منها 5 رضعات مشبعات قبل الحولين، هي بيني وبينها محرمية بسبب الرضاع الذي هو شبيه بالنسب أو مصاهرة، يبقى حرم نكاحها بمصاهرة، يعني أم زوجتي أو بنت مراتي أو زوجة أبويا أو زوجة ابني، هذه مصاهرة. أو أمة المزوجة، أو أمة التي يحرم الاستمتاع بها، كالأمة التي هي شرك بيني وبين آخر يحرم الاستمتاع بها، أو الأمة المكاتبة يحرم الاستمتاع بها لأنها قد استقلت، والأمة الوثنية يحرم الاستمتاع بها، والأمة المرتدة يحرم الاستمتاع بها. طبعا هذه المحال، قال ونظره أي نظر الرجل إلى محارمه، إلى ذوات محارمه، أهملها، قالوا ينظر ما بين السرة والركبة، ينظر يعني ما عدا، ما عدا إلى ما بين السرة والركبة فهو جائز، وأما ما بين السرة والركبة فهو حرام. فالنظر الجائز هو النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. طيب جميل، طب النظر إلى بقى ما بين السرة والركبة حرام يا مجرم. طب والأمة التي يحرم الاستمتاع بها كذلك، أو الأمة المزوجة كذلك، فيجوز بغير شهوات. يبقى إذا نظر بشهوات فهو حرام. النظر فيما بين السرة والركبة منهن، اللي هو المكاتبة والمعتدة، الأمة المعتدة والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية. طيب كلام جميل. وأما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم بالإجماع، قطعا إجماعا يحرم عليك أن تنظر إلى محرمك فيما بين سرتها إلى ركبتها. ومثل المحرم الأمة المذكورة التي يحرم الاستمتاع بها والأمة المزوجة، لأن كونها يحرم الاستمتاع بها جعلها
مثلها مثل المحرم. يبقى قسنا الآمة التي يحرم الاستمتاع بها على المحرم بجامع حرمة الاستمتاع بكل منهما، لأن حرمة الاستمتاع بها وصف جعلها مثل المحرم. يعني إيه؟ يعني إذا علم أنها يحرم الاستمتاع بها صارت بالنسبة له كالمحرم. يعني إيه؟ يعني حرمة الاستمتاع أنشأت بداخله عزوف وابتعاد عن الاشتهاء، ده أصله كده. ولكن احنا شفنا خلاف الأصل مجانين والنفوس غير مستقيمة تحتاج إلى العقاب. وأما النظر إلى السرة والركبة، إلى نفس السرة ونفس الركبة، قالوا فيجوز لأنهما ليس بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيد. ما بين هو الحرام. طب السرة والركبة؟ قالوا يجوز النظر إليها بغير شعور. ويحرم النظر بشهوة، خلي بالك ده كلام سيدنا الشيخ الباجوري، وهذا ما فهم من كلام الشيخ الخطيب على الإقناع. قال ويحرم النظر بشهوة لكل ما لا يباح الاستمتاع به ولو حيوانا. يعني نظر إلى بقرة فاشتهاها، حصل له كده اشتهاء، ايه ده انت عبيط حرام. طب نظر إلى صور التلفزيون وصور الفنانات فاشتهاها، عند الشيخ الباجوني هنا اهو حرام. ما هو جماد اهو، صور، ما بيقول لك ولو كان حيوانا او جماد. يبقى النظر الى صور احد من الفتيات او الرجال او حتى الكرتون بشهوة عند سيدنا الامام الباجوري حرام. طب النظر إلى المرأة في المرآة أو صورة المرأة حتى وإن كانت عارية، الشيخ الباجوري هنا بيقول لك والنظر إلى المرأة في المرآة بغير شهوة لا يحرم، لأنهم جعلوا ما في المرآة عبارة عن خيال. يبقى النظر إلى الصورة كده أهو ده خيال مش حرام، ولكن ما لم يصل إلى درجة الشهوة أو خوف الفتنة. يعني لما اتفرج عليهم بقى في الأفلام كده من غير شهوة ومن غير فتنة ومن غير ومن غير حلال، إيه يعني مشاهدة الأفلام العادية التي ليس فيها شهوة وليس فيها شيء خارج وليس فيها جائز، ده تفريعا على إن النظر إلى صورة العورة ليس كالنظر إلى العورة، ولكن بشرط ألا يكون بشهوة وألا يكون مع خوف فتنة. خد بالك ليه سيدنا الشيخ الباجوري هنا بيقول لك إيه؟ لأنه خيال. خيال يعني إيه يا أولاد؟ عارف الخيال بتاعك؟ حاجة كده مماثلة ليك. الحاجة المماثلة ليك ديت ليست كذاتك، فالحرام إنما توجه إلى الذات لا إلى الخيال. طيب كلام جميل. حد عايز يسأل في حاجة؟ لأن أنا عارف إن الكلام ده صادم ناس كتير. إيه ده يعني الأفلام اللي هي الأفلام المحترمة التي ليس فيها إثارة للشهوات ولا يعني النظر إليها بغير شهوة ولا خوف فتنة، ما قلنا لك ولذلك الوقت تقييم مسبهل إيه. طب الأفلام الإباحية؟ لا، الأفلام الإباحية على كلام سيدنا الشيخ الباجوري حرام.
حرام ليه؟ لأن حضرتك هتنظر إلى الأفلام دي مش هيحصل لك شهوة. ما أنت هتنظر لها بإيه؟ هتنظر لها يعني من أجل تقوم تصلي ركعتين يعني شكر. ما هو النظر إليها من شأنها أن يكون بشهوة. شأن النظر إلى هذه الصور العارية التي تحرك الغرائز وتحرك الشهوات، النظر إليها من شأنها أن يكون بشهوة. فسيدنا الشيخ البجوري بيقول لك ويحرم النظر، وده كلام الشيخ الخطيب لكن مع زيادة شرح من سيدنا الشيخ البجوري، قال ويحرم النظر بشهوات لكل ما لا يباح الاستمتاع به. وانت حضرتك يباح الاستمتاع بهذه الصور؟ لا. فإذا نظرت إليها بشهوة حرم عليك. وعمم وقال ولو كان حيوانا. حتى عارفين سمكة البحر اللي هي شبيهة بالمرأة، حتى لو نظر إلى سمكة البحر فاشتهاها بشهوة يعني حرم عليه ذلك. طيب، أو جمادا، يعني الصور دي ما هي جماد يا أولاد. والرابع، نعد بقى المسألة دي، النظر لأجل النكاح. ربنا يوعدكم جميعا لمن لم يتزوج، أما من تزوج فيستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة كما هو عبارة التنبيه إلا لحاجة. واخد بالك يا شيخ خيري؟ أيوة، واحدة إلا لحاجة، وما فيش حاجة في الزمن الحمد لله. لكن لو عنده حاجة، كان بيسافر من بلد إلى بلد، هنا شوية في ماليزيا شوية وفي مصر شوية، وفي زوجة في ماليزيا، ما فيش مانع يعمل كمان زوجة في مصر. أو يعني عنده طاقة زائدة ولا تكفيه واحدة، خلاص يتزوج. أو امرأته، زوجته على سبيل المثال مريضة لا تتحمل أنت يعني الوطن، يتزوج. ولذلك شو عبارة التنبيه؟ ويستحب أن لا يزيد على واحدة. خلاص، وإحنا ماشيين مع النص ده. فبنات ماليزيا ما تقلقوش يا أولاد، هي واحدة فقط تكفي. شوفوا فرحانين قوي ورا، عمالين يقول لها الله على الشيخ، الله بارك الله فيه. والضرب الرابع، النظر المسنون لأجل النكاح، يعني بسبب النكاح، يعني ينظر إلى المرأة الأجنبية بغرض أن يتزوجها. فهذا يسن، يعني هذا النظر مسنون إذا قصد وأراد نكاحها، يبقى هو من داخله قاصد أنه يتزوجها. قصدك هذا يبيح لك أن تنظر إليها، وبشرط أن ترجو رجاء ظاهرا أنها تقبل نكاحك. لكن لو عارف ان هي مش هتقبلك وانت قاصد تتزوجها لا تنظر اليها. ليه؟ لان النظر يبقى لا معنى له. يبقى لابد ان يكون عنده رجاء ظاهر ان تقبل نكاحه. طيب، كلام جميل، والحديث واضح، انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. قال له يعني يرجو. وعندك شرح هنا جميل للشيخ البجوري على الحديث، اقرأ يا تقي شرح الشيخ البجوري للحديث. قال الإمام البجوري قوله فيجوز، أي بل يسن بقوله صلى الله عليه وسلم. الحديث، اقرأ الحديث وشرح الحديث. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة. وأصل يؤدم أن يؤدم بينكما المودة والألفة. المودة والألفة من النص، أنت النسخة دي بتاعت إيه؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي ينشئ المودة والألفة فيما بينكما.
يعني نفس النسخة اللي عندك هي النسخة اللي بيقرأ منها تقي، صح؟ ما فيهاش حاجة. أيوة، ما هو شرح. أيوة شرح، مش من الحديث. كمل. وأصل يؤدب يدوم بناء على أنه من الدواب، فقدمت الواو على الدال ثم قلبت حمزة، وقيل مأخوذ من الإدام لأنه تطيب به المعيشة كما الإدام يعني عامل زي إيه كده، الإيه؟ يعني عامل زي الجبنة، ما هو الجبنة دي إدام، عامل زي الفول، الفول ده إدام، يعني بناكل العيش بالفول، بناكل يعني الفول بالعيش، فالفول ده إدام، اللحمة قد، يعني الحياة لن تطيب ولن يحصل فيها الفرح والسرور إلا بالإدام. هتقدر تاكل عيش بس؟ لا، فين الإدام؟ اللحم والشحم. يلا، اللهم آمين. لأنه تطيب به المعيشة كما يطيب الطعام بالإدام. طبعا، لأن المعيشة تطيب بالزواج، بس مش كل زواج، يعني الزواج الناجح اللي حصل فيه تفاهم ما بين الطرفين، أما اللي أنا شايفه الآن لا، ده المعيشة مش بتطيب. ده أصل الشرع كده وضعه لهذا، ولكن إذا عاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، أما إذا خرجوا عن المعروف لا تطيب به الحياة، بل تكون به الحياة نار موقدة. يلا يا مولانا. حكى الماوردي الأول عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة، وقوله في الحديث وقد خطب امرأة، أي عزم على خطبة امرأة، لأن وقت النظر قبل الخطبة وبعد. بس أنت بتعمل، أنا بقول لك اشرح الحديث مش تبكر الباجوري. امال انا هقول ايه؟ يالا لما انت تقعد تقرا في الباجون انا محضر ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وقوله في الحديث وقد فضل امراه، اي عزم على خدمه امراه. برضك انت تاني. طيب خلاص، الحديث خلص، ما تحرق لناش الكلام اللي جايبينه من كنترول، وهتلاقي نفس الكلام ده في الاقناع والمغني، ما هو مذهب واحد. هنعمل ايه بقى؟ نجيب منين يعني؟ نجتهد؟ لسه ما عندناش الادوات. وخرج بالنظر، او بيقول لك والنظر لاجل النكاح، المس، يعني ما يمسش، ما يلمس المراه التي يريد خطبتها، ويجي يقول لك والله انا كنت اريد ان انجحها، فيعني لمست ايديها عشان اشوف ايديها يعني طريه حلوه. لا، ده انت كده بتعمل حرام يا مجرم. فلا يجوز حتى ولو كان الذي اراد ان يمس اعمى. قال لك ما هو يعني ما عندوش بصر، فيقوم البصر مقام النظر. يا راجل، ما هو في ناس في زماننا غريبه غريبه غريبة عجيبة فريدة شديدة، ما شفناهمش في العالمين. ليه؟ قالوا إذ لا حاجة ليه اللمس. يعني إيه الحاجة لللمس؟ النظر يغنيك، هتنظر إلى الوجه فتستدل على السن، وتنظر إلى اليدين فتستدل على خصوبة البدن، بس اللي أنت عايزه كده. طب أنا عايز أشوف الشعر، يعني أصل أنت عارف أنا بحب الشعر الطويل اللي قد كده. ابعت ارسل احد من محارمك ينظر الى شعره. طب انا عايز اشم ريحته، ابعت حد، ارسل احد يشم رائحته، ما هو السنه كده. طب انا عايز اشوف الكعب، يعني كعب القدم، هل هو كبير هكذا مستدير ولا معرقب، يعني عرقوبه يعني كله اضم في اضم. ابعت حد ينظر الى هذا. ما تبصش انت بقى، بس عند كده نقف، واخد بالك؟ عند كده نقف. طب الاعمى يعمل ايه بقى؟ ما هو انتوا منعتوه من اللمس، يوكل من ينظر اليها، يعني يوكل امرأة تنظر اليها، يقول لها والله وكلتك يا فلانة في ان تنظري اليها وتنقلي،
طب هتنظر ايه بقى الموكل؟ هتحكي له الاشياء المقبوله، تقول له شعرها ناعم، يعني وجهها كيت وكيت، ويدها كيت وكيت، وهكذا. طب متى ينظر؟ قالوا بعد قصد النكاح. يبقى قصد ينظر، لأنه قبل العزم، يعني قبل أن يقصد، لا حاجة لك بالنظر، لأنك إنما نظرت لحاجة النكاح، وقبل إرادة النكاح لا حاجة في نظرك. طب وبعد الخطبة؟ ما خطبتها خلاص وقالنا الفتح. قالوا لا تنظر إليها. ليه؟ لأنك ممكن تنظر إليها تعيد نظرك، تقول لا 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 أنا كده غلطت، أما أرجع وتبعت لها رسالة تقول لها أنا لا أرغب في النكاح منك، يبقى كسرت قلبها. ما دام أخذت القرار ما تبصش وتوكل على الله. أنت هتلبس في الحيطة، هتلبس في الحيطة. قالوا وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك. تنظر إليها يجي لك الشيطان، ده وشها صغير خد واحدة وجهها كبير، ده قصيرة خد واحدة طويلة، ده رفيعة خد واحدة ممتلئة، عينيها مش خضرة خد واحدة عينيها خضرة. لا، ده انت الشيطان هيلعب فيك بقى، وتروح لدي تكسر قلبها، وتروح لدي تكسر قلبها. لا يعني انجز. والأوجه بقاء ندب النظر بعد الخطبة. يعني ده كلام، ولكن الأوجه زي ما قال سيدنا الشيخ البغوي، ده كلام ده اللي ذكره الأصحاب، ولكن قالوا لا، الأوجه أنه يستحب أن ينظر إليها كذلك بعد الخطبة. قالوا لظاهر الخبر انظر إليها فإنه أحرم، ما قالوش بقى انظر إليها إلى أن تخطب، ولكنه أمره بالنظر إليها، وعلقه بارتباط المودة بينهما، وهذا أمر متجدد. طيب، نظر إليها في الخطبة فلم تعجبه، ما لقاهاش نفس المواصفات، لم يجدها بنفس المواصفات التي يريدها، وجدها على غير المواصفات، يسكت. عندنا في مصر يعبروا عن يسكت يعني ايه؟ يعني ما يطلعش فيها القطط الفاطسة. فده يا محمد مش كده كده بيقول لك انت بتطلع فيها القطط الفاطسة. يعني ايه تطلع فيها القطط الفاطسة؟ ده عبارة عن مثال مصري يكن به عن كثرة عيوبها. يعني كأنه هو بيذكر عيوب مفتعلة، مش عيوب حقيقية. يسكت، اسكت يا ابني، عشان ما في كلمة ممكن ان انت لو تكلمت بها تصل الى البنت فالبنت ينكسر قلبها. خليك حكيم كما تدين تدان. احنا جربنا، يعني انا هو قديما رفضت بعض الفتيات، فرفضتني بعض الفتيات فانكسر قلبي. حصل لي كده صدقوني. وفي النهاية يا أولاد أصلا كل واحد بياخد الحاجة اللي مكتوبة له، هتذهب كده هتذهب كده، قدر الله نافذ. قال وإذا لم تعجبه يسكت. وخلي بالكم أيضا وإذا لم يعجبها تسكت، مش هو لا، ما هي برضك المرأة أيضا كذلك، إذا لم يعجبها الرجل تسكت، ولا يقول لا أريدها، أنا مش عايزها. ده دلوقتي أسوأ من كده والله يا أولاد، يقول لك لا والله هي، بص بقى يكتب كده كتاب فيه معايب المرأة. طب ما هي تكتب في الكتاب أيضا فيه معايبك، فالسلامة من هذا وذاك أن تسكت. ليه؟ لأنه لو وصل إليها خبر أنك لا تريدها وأنك تذكر فيها ما فيها تتأذى، تكسر قلبها.
تحزنها كثيرا. والمرأة رقيقة، يعني ايه؟ عاملة زي الورقة، سهلة الإصابة والإذاء. طب وازاي تعرف بقى ان هو اعرض عنها؟ طب ما هو لو سكت هي بتظن ان هو لسه هيرد، ما هو مع طول الزمن هي هتعتقد انه اعرض. واذا اعرض جاز لها ان تخطب غيره. خلصنا بقى من نظر الى الخطب. ونظر المرأة الى الرجل لاجل النكاح كعكسه، يعني ان المرأة تنظر الى الرجل إلى وجهه وإلى يديه، كما أنه له أن ينظر إلى وجهها ويديها. ويستحب لها يعني بعد الخطبة أن تنظر إليه لظاهر الخبر. ولذلك قالوا فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، يعني اللي هو هيعجبك منها هي هيعجبها منك. فإن لم يتأثر له النظر إليها، يعني هو في بلد وهي في بلد أخرى، أو هما في بلد واحد لكنه لا يريد أن يذهب إليها لينظر إليها، لكنه يريد أن ينكحها، أمال مش عايز يشوفها ليه مع أنها في بلده؟ مستحي منها، مستحي أن يذهب فينظر إليها فترفضه فيحصل له اللي حصل لي. قال بأن كان يستحي منه بعث امرأة، أي يرسل امرأة، هذه المرأة تتأمل فيها وتصفها له، تبص لها كده، تبص إلى وجهها إلى يديها وتنظر إلى شعرها وإلى إبطها وإلى يعني عرقوبها حتى تستطيع أن تصف المرأة له. فخلي بالك كمان بقى، هيستفيد الرجل بنظر المبعوث أكثر مما يستفيد من نظره هو، لأن لها أن تنظر إلى شعرها فتعرف أن شعرها ناعم ولا مجعد، شعرها أبيض ولا شعرها أسود، وتنظر أيضا إلى يعني إبطها وتنظر إلى عرقوبها، تفيد أشياء لا يستطيع هو أن ينظر إليها. قال ويجوز له أن ينظر ولو بشهوة، يعني ينظر إلى وجهها وكفيها حتى ولو كان هذا النظر صوحب بشهوة، أو وإن خاف فتنة، حتى وإن خاف فتنة أن يتعلق قلبه بها ويريد وقعها، فإنه حينئذ يجوز له أن ينظر لحاجة النكاح، وله تكرير نظره إن احتاج إليه، يعني مش يبص واحدة كده أهو، لا، إن احتجت إلى أن تقلب نظرك في وجهها وفي مناخيرها وفي كذا كذا إلى آخره أكثر من النظر حتى يعني تحدد ما تريد. فإن لم يحتج إليه خلاص أنا نظرت، الشافعي بيقول لك خلاص اقطع نظرك، حرم ما زاد عليها، يعني حرم ما زاد على الثلاث إذا لم يحتج إليه. وكل ده يخالفه ما سبق أنه يعني الأوجه دوام النظر إليها بعد الخطبة. ولا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، حرام. تقول بس ننظر بس إلى رجلها لأننا أريد قدما بشكل معين، لا حرام يا حبيبي. طيب هي لها أخت توأم شبيه بها، هل يجوز أن أنظر إلى أختها ولا أنظر إليها؟ أختها معايا في العمل. قالوا له لا يا حبيبي حرام، لأن النظر إنما كان لحاجة والحاجة تقدر بقدره. وينظر إلى الوجهين ظاهرا وباطنا، باطنا وظاهرا. طب هل لابد من إذنها في النظر؟ قالوا ليس إذنها في النظر لازم، لأن الشرع قد أذن لك في النظر إليها، فاكتفينا بإذن الشرع عن إذن الشخص.
ولكن قلنا ايه؟ لابد ان يكون راجيا نكاح قبولها رجاء ظاهرا. وقالوا ايضا ما تعرفهاش ان انت تنظر اليها لانها تزين نفسها، تدقق حاجبها، وتضع المكياج، وتحط اشياء اخرى، وتنفخ نفسها، واخد بال حضرتك، فيضحك عليك، تتجمل يعني. فانت الاحسن تنظر اليها من غير ان تخبرها حتى تراها على اصلها، عشان لما تصحى من النوم وهي مش حاطه احمر واخضر ما تتصعقش لا تصاب بالصعقه عند رؤيتها، تلاقي شعرها طالع كده عامل زي يعني ايه، عامل زي الاريان، والعين منفخه ضربه كده قدام، لا يعني شوف على حقيقتها، عشان ده مش يوم وخلاص، ده جواز العمر يعني. والراجح انه ينظر منها. ده بالنسبه للأمة بقى. طب والأمة؟ قالوا ينظر الى ما سوى، انه ينظر منها اي من الأمة، ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة، لان الأمة تختلف عن الحرة، ان كان بعضهم الحق الحرة الأمة بالحرة. طيب خلصنا من الرابع يا اولاد، نتكلم على الخامس. قال والخامس النظر للمداوات، أي كفصد وحجامة وعلاج. فصد، انتوا عارفين الفصد؟ هي افتح فتح يشرط كده، واخد بالك، بحيث ان الدم الفاسد ينزل. والحجامة هيشفط الدم الفاسد اللي في البدن ويرمي بره. وعلاج هيكشف على بطنه، اعمل له عملية قلب مفتوح، اعمل له عملية المرارة. وعلاج نحو دمامل، دمامل ديت عبارة عن سلع كده، فقاعات بتظهر في البدن، فعشان يعالجها لابد ان هو يكشف. طب افرض بقى انها كانت في العورة بالنسبة للرجل او المرأة، واراد الطبيب ان يكشف عنها جاز له ذلك. طب هب ان هذه الدمامل في الفرج، وأراد الطبيب أن يراها من أجل أن يتعامل معها، إما أن يعالجها أو إما أن يزيلها بعملية، يبقى جاز له أن ينظر إلى هذه المواضع فقط. لأنه لو الشرع حرم علينا إن إحنا نكشف العورة حتى في حال الحاجة وحال الضرورة، لكان ذلك فيه مشقة كبرى. والشرع قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع. فللرجل مداواة المرأة، الرجل طبيب والمرأة مريض، يجوز للرجل الطبيب أن يعالج المرأة المريضة، ويجوز للمرأة الطبيبة أن تعالج الرجل المريض. لكن معالجة الرجل للمرأة لا تكون إلا بحضرة محرم لها، أبوه، أخوه، ابنها، لأنه يقفل الأوضة عليها ويعالجها، أو زوجها يكون معاها. طب معاها زوجها، معاها أمها، يجوز، لأنه يجوز عندنا أن يختلي الرجل بامرأتين ثقتين، زميلتها في العمل راحت معاها للكشف، يجوز. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك. يبقى إذا وجدت امرأة في قوة وخبرة ذلك الطبيب، كان على لزاما على المرأة أن تذهب إلى المرأة، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إلى المرأة. طب ليس هناك طبيبة تذهب إلى الطبيب بالقيود التي ذكرناها، في طبيبة ولكن ليست خبرتها كخبرة الطبيب، ونحن نتكلم في أمور خطيرة. تذهب إلى الطبيب لأن الخبرة والمهارة يعني مما يحتاج إليها،
وألا يكون ذميا مع وجود مسلم. طبيب، يبقى عندي طبيب مسلم وعندي طبيب ذمي، لا أذهب إلى الطبيب المسلم كما يقول أصحابنا. ده بالنسبة لمين؟ للمرأة، لأن كشفها على المسلم أخف من كشفها على غير المسلم، لأن المسلم يؤتمن عليها أكثر من ائتمان غيره عليها. طب هب بقى إني الذمي أشد مهارة من المسلم، والمهارة والكفاءة فارق. هم لم يتعرضوا لهذا ولم أنظر إليه، ولكن أرى أنه عندئذ وجود الماهر مانع لغير الماهر، وألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة. يعني في طبيبة كافرة وأجنبية، وطبيبة مسلمة، وجب عليها أن تذهب إلى المسلمة، لأن المسلمة أكثر أمانا على المرأة من غيرها. ده كلامهم بيقولوا كده. ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما. كافرة ومسلم، شفت بقى المصالح اهي. قالوا فالظاهر أن الكافرة تقدم لأنها امرأة، ونظر المرأة إلى المرأة أخف بالنظر الرجل إلى المرأة. المرأة إلى المرأة مفيش في الشأن، مفيش شهوة، والرجل إلى المرأة لا، في شهوة. فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها، أي نظر الكافرة ومسها، أخف من الرجل. بل الأشبه عند الشيخين، شيخين الإمام النووي والإمام الرافعي، أنها تنظر، يعني أن نظر الكافرة بالنسبة إلى المسلمة فيما عدا، يعني يجوز لي الكافرة أن تنظر إلى المسلمة فيما يبدو فيه المهنة، يعني الملابس التي تلبسها المرأة في عملها في المنزل، بيبقى ايه اللي ظاهر؟ بسيطة، تبقى لابسة كده نص كم وجزء من صدرها ظاهر، وتبقى إلى الركبة، يبقى هي تنظر إلى هذا، يعني ما يبدو في المهنة. والشرط في الطبيب أن يكون أمينا، يبقى عندما تذهب إلى الطبيب لابد أن يكون طبيبا أمينا، يعني أمينا على الأسرار، موثوقا فيه. فإذا وجدت أمينا ثقة لا تعدل إلى غيره. وشرط في الطبيب أن يكون آمنا من أن يفتتن بالمرأة. ويشترط في الطبيب أيضا أن لا يكشف إلا قدر الحاجة، ولا يجوز له أن يكشف أكثر من قدر الحاجة. طيب، قالوا وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، يعني الخاتن يجوز له أن ينظر إلى نظر المختون على قدر الحاجة، فإن انقضت الحاجة واستوفيت الحاجة لا يجوز له أن يطيل في النظر، لأن الحاجة تقدر بقدرها. وكذلك نظر المرأة التي تتولى توليد المرأة اللي هي القابلة، لا تنظر من فرج المرأة عند الولادة إلا بقدر الحاجة، فإذا انقضت الحاجة حرم على القابلة أن تنظر فيما أكثر من هذا. ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة. يعني إذا قسمنا هنلاقي الحاجة بتختلف. طب النظر في إلى الوجه والكفين بسيطة، لأن الوجه والكفين يجوز النظر إليهما على مقابل الصحيح، فيعتبر في مقابل الصحيح وجود الحاجة، حاجة البسيطة يعني. طب السوأتين فيما عدا السوأتين، يعني فيما عدا ما الوجه والكفين والقبل والدبر، قالوا أن تكون الحاجة مؤكدة، والحاجة المؤكدة كشدة الضنة، يبقى في ألم، ألم شديد، هذا الألم الشديد يجوز
للطبيب أن ينظر إلى ما عدا الفرج قبلا ودبرا. طب في السوأتين؟ قالوا لا، لابد أن تكون هناك حاجة يعني أعلى وأشد من التي قبلها، بألا يكون كشف للعورة يعد هتكا ليها، تساهل، بألا يعد الكشف بسببها هتكا للمروءة. يعني إذا نظر الناس إلى هذا في هذه الحالة لا يقولون إنه متهتك وإنه متساهل وإنه وإنه، بسيطة يعني. والسادس النظر للشهادة أو المعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة، إلى الشهادة أو إلى المعاملة. طيب قال والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة. النظر للمرأة الأجنبية للشهادة، الشهادة إما أن تكون من قبيل التحمل وإما أن تكون من قبيل الأداء. تحمل الشهادة يعني إيه؟ يعني أنا هو بسجلها، وبعد ما بسجلها بشغل المسجل، بسجلها عند حدوث الواقعة، بشغل المسجل عند الأداء عند القاضي. فامرأة جاءت واقترضت من محمد العنتيلي وجعلتني شاهد أنا وأحمد سيف، يبقى يجوز لنا حينئذ وهي تعقد مع محمد العنتيلي عقد الاقتراض، يجوز لي أن أنظر إلى وجهها. قامت هي ما دفعتش للعنتيلي القرض الذي عليها في الوقت المحدد وأرادت أن تتهرب، فجاء بها القاضي فأشهدني عليها، فيجوز أن أنظر إليها عند الأداء حتى أشهد عليه، أقول لها هذه المرأة هي التي يعني ذهبت إلى محمد واقترضت منه. أو للمعاملة، أتت لتشتري مني سيارتي، أنظر إليها من أجل المعاملة. طيب هذا بالنسبة للمعاملة، هنظر إلى الوجه، ما ننظرش بقى إلى بقية البدن، لأن الوجه هو الذي أحدد منه من هذه المرأة التي اشترت مني، من هذه المرأة التي اقترضت مني، من هذه المرأة التي أجرت مني سيارتي، وهكذا. قال ويجوز حتى في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا أداء وتحملا، واضح. والولادة كذلك، ما احنا قلنا اهو القابلة يعني وهي تقوم بعملية الولادة رأت فرجة، ثم بعد ذلك وهي أربعة نسوة كذلك، ثم بعد ذلك حصل إشكال، واحدة ادعت أن الولد ده ابنها والتانية ادعت أن ده ابنها، فهي تنظر إلى الفرج للشهادة على هذا. ويجوز كذلك النظر إلى الثدي للشهادة على الرضاع، الولد ده ارتضع من المرأة دي، وينظر ويشهد بذلك شاهدين. وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها، نظر إليها وسجل الشهادة وجاءت المرأة أمام القاضي، كلف القاضي بأن يكشف وجهها عند الأداء، إذا لم يعرفها وهي مرتدية للنقاب، طب عرفها وهي مرتدية للنقاب، لا يجوز له حينئذ أن يكشف عن وجهها بل يحرم. ومحل جواز النظر للشهادة إذا لم يخف فتنة، لم يخف من النظر إليها فتنة. فإن خاف الفتنة قال لا أنا يا سيدي أخشى إن أنا أنظر إليها أفتتن به،
يبقى لا تنظر للشهاده. طب ما خلاص ما فيش غيري، وتعينت الشهاده علي، في هذه الحاله لازمني ان انظر اليها. طب والفتنه والشهوه؟ قال له اضبط نفسك، عالج نفسك بقى، كافح نفسك. طيب قال: والنظر والسابع، يعني والسابع من الأطرب التي ذكرها، النظر إلى الأمة عند ابتياعها. يعني إذا أراد الرجل أن يشتري أمة جاز له أن ينظر إليها، وإذا أرادت المرأة أن تشتري عبدا جاز لها أن تنظر إليه، فينظر الرجل إلى إذا اشترى جارية، وتنظر المرأة إذا أرادت أن تشتري عبد إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. ده ضابط، يعني الرجل لا يزيد في النظر على ما بين السرة والركبة، ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني ينظر إلى السد، ينظر إلى الوجه، ينظر إلى وهكذا، ولكن بغير شهوة، كما نص على ذلك علماؤنا من خلاف طويل. أتجد عندك هنا الشيخ الباجوري ذاكر كلام لطيف وقصة لطيفة. ولا يزاد على النظرة الواحدة، يعني إذا أراد أن يشتري ودقق ونظر اكتفى بمرة واحدة، إذا اندفعت الحاجة بها واستوفيت الحاجة منها. أما إذا أراد بأن يعني أراد أن ينظر إلى يعني ما عدا ما بين السرة والركبة مرة ثانية لأنه لم تندفع حاجته بالنظر، يجوز له أن ينظر ثانية وثالثة ورابعة ما دامت الحاجة موجودة. فالنظر مقيد بالحاجة. ده رقم 7. في قصة هنا لطيفة اقرأها يا عفيفي في الشيخ الباجوري عند هذا. عند هذه الجزئية اقرأ كلام الشيخ الباجوري. قوله السابع أي الركاب السابع وهو تمام الأطروف السبعة. قوله النظر إلى الأمة إذا ابتياعها، أي نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يشتريها، وكذلك نظر المرأة إلى العبد إذا أراد أن تشتري عبدا ما عدا ما بين سرته وركبته فينظر. كل ده من الشيخ الخطيب، يعني هو نقل الشيخ الباجوري الشيخ الخطيب ونقحه وضبطه واعتمد ما بعض ما يعتمد فيه ورد على المحشي البرماوي، بس كده. يبقى الشيخ الخطيب هو رقم 1 فيه. هتجد الإقناع وعقلية الخطيب الشربيني عندك هنا في الباجوري. ها؟ قوله فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقريبها، قال الماوردي: ولا يزال عن النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى الثانية للتحقق. كل ده عندك المواد البجول الاقناع. ها، تحقق يعني ايه؟ يعني هو ما تحققش من النظر الى الرقبة، ما تحققش من النظر للانف، ما تحققش من النظر للعين، ما تحققش من النظر الى الصدر، فيجوز له ان ينظر ثانية وثالثة من اجل التحقق، عشان يحدد الملامح. ها، هو دي القضية اللي احنا عايزين ننقلها. هل يجوز النظر بشهوة او لا؟ فبيقول لك ان الكلام ده وقع في درس العلامة الرملي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ كان بيقوله ابن القاسم العبادي. العلامة الرملي بقى يقصد بمين؟ الشهاب ولا الشمس؟ لم يحدد. والأقرب الشمس. ها، وانظر هل يجوز النظر إلى الأمة
الاقتراء ولو بشهوة قياسا على النظر للخطبة فإنه يجوز ولو بشهوة كما مر. يعني اللي هيشتري أمة فهل يجوز له أن ينظر إليها فيما عدا ما بين السرة والركبة بشهوة قياسا على الشخص الذي ينظر إلى امرأة من أجل النكاح؟ فإنه يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا ولو كان بشهوة، لأنه إنما أراد النظر من أجل النكاح، والنكاح مراد به الاستمتاع. طب والذي يشتري أمة، الذي يشتري أمة قد يستخدمها وقد يشتريها من أجل أن يتسرى بها، فخلي بالك إن شراء الأمة متردد بين الاستخدام وما بين الاستمتاع، وأما النظر للنكاح ليس إلا للاستمتاع، النكاح للاستمتاع وهو وسيلة إلى المقصد وهو النكاح. أو يفرق بينما هنا وهناك. يفرق ما بين النكاح وما بين شراء الأمة، بأن النكاح تمحض في الاستمتاع، وأما شراء الأمة فقد تردد بين الاستمتاع وبين الاستخدام، والغالب الاستخدام، ولذلك ذهب هذا المفرق بين الصورتين إلى عدم جواز النظر عند شراء الأمة بشهوة. لماذا؟ قالوا لأنه الغالب فيه الاستخدام وليس الغالب فيه الاستمتاع، حتى نجيز له أن ينظر إليها بشهوة. قال ابن قاسم: وقعت هذه المسألة، ابن قاسم العبادي، وقعت هذه المسألة في درس العلامة الرملي وتوقف فيها. مين اللي توقف فيها؟ العلامة الرملي. مش توقف فيها بمعنى أنه أبدأ الاحتمالات ولم يظهر له شيء، مش عجز عن يعني أن يفكر فيها وأن يستعمل الآلات والملكات، لا، ده توقف عن الترجيح لأنه تعارض لديه الاحتمالان وتساوايا فتوقف فيها. أعمى عفيف. واختلف الطلبة منهم من قال. بص بقى، لماذا أنا قرأت هذا الفرع وهذه الصورة؟ حتى أبين لكم أن الطلبة كانوا يفكرون، أدي مناخ علمي، الطلبة كانوا يتناقشون، مناخ علمي، الطلبة كانوا يرجحون، مناخ علمي، يبقى في ملكة، يبقى في ضربة، يبقى في عمل، يبقى في تفاعل. أما الحالة العلمية الآن فحالة جيم، صفر، على ايه؟ صفر، مفيش، ابيض. ولا ايه رايك يا عفيفي؟ ده بيقول لك العلامه الرملي توقف، والطلبه وهم جالسين في الدرس تكلموا فيه، بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، مع النقاش، مع الجدل الفقهي، مع اظهار الادوات، مع الفهم الدقيق. وأما الآن أبيض يا ورد، الطلبة عزفوا عن الدروس، الطلبة عزفوا عن المناقشة، الطلبة عزفوا عن التحضير، الطلبة عزفوا عن يعني المقصد الأسمى، وهكذا. كم؟ واختلف الطلبة فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالفرق. منهم من قال بالجواز، هل يجوز قياسا على النكاح؟ قال والله يجوز قياسا على النكاح، لأنه أيضا قد يشتري بغرض الاستمتاع فنجوز له قياس، لأنه عندما يشتري بغرض الاستمتاع يكون أقرب إلى النكاح. وفعل يقول لك لا، إذا اشترى بغرض الاستخدام قلنا له لا يجوز. ده ممكن يكون في فريق كمان فصل، واللي فصل ده شلتوت مش هم، لأن الفرع ده بالطريقة دي هتنقله تا
تجد فيه الشبرمليسي على نهايه المحتاج. قول كده عشان انا عجبني اول فرع ده. واختلفت طلباته فمنهم من قال اختلفت مين؟ طلباته. لا ده مجتهد، ده كان علماء كبار يا مولانا والله. والله كان علماء كبار. واما نحن فانا ارى ان ظاهره ان باطن الارض اولى لنا من ظاهرها. يلا يعني ندفن نفسينا ونخلص يا عمار. بس بعد النهارده. قال وينبغي ان يحمل بالفقر. مين بقى اللي قال؟ ده ابن قاسم. ده بقيت كلام ابن قاسم. لان ابن قاسم كان من طلبه العلامه الرملي. بس الشهاب. اعتقد ان الكلام ده في الشهاب مش الشمس الرملي. العلامه الرملي، لان اللي تلميذ العلامه الرملي ابن قاسم الشهاب. ده تقريبا الشهاب الرملي. طب يلا كده قول. ولعل الفرق ان المقصود من النكاح الاستمتاع، فجاز له النظر ولو بشهوه. ليه؟ لان هو الاستمتاع وينظر بشهوه لانه مقدمه الى النكاح، والنكاح انما اريد الاستمتاع. ولذلك امر صلى الله عليه وسلم بالنظر للزوجه وعلله ببقاء الموده بينهما. ولم يعني يقيد ذلك بما إذا كان بشهوة أو لم يكن بشهوة، أطلق النظر فيحمل على ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المقصود غالبا من الشراء الاستمتاع. وليس المقصود غالبا، إنما المقصود غالبا إيه؟ الاستخدام. طب افرض إن في مجتمع تحول الشراء فيه من الاستخدام إلى الاستمتاع، ينقلب الحكم. وليس المقصود غالبا من الشراء الاستمتاع، بل انما يقصد منه غالبا الاستخدام. غالبا ده عنده هم، ده هو بيتكلموا على مجتمعهم، بيتكلموا على واقعهم، ان واقعهم كان الشراء المقصود منه الاستخدام. طب هل ان مكان كان شراء الامه فيه قاصر على الاستمتاع فقط، كل من يشتري امه كان يشتريها من اجل ان يتسرى بها، يبقى يجوز له عند الشراء أن ينظر إليها بشهوة. فلا يلزم من الشراء الاستمتاع، فانحط الكلام على أنه ينظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ولا خلوة. صح، لأن الثلاثة دول ممنوعين. شو كلام يعني؟ حلو والله. نظرنا إلى الفرع ده، هو فرع يعني فرع جيد جدا، وينبئ عن الحالة العلمية التي كان عليها طلاب العلم وتلاميذ الأئمة، وأنها كانت خلية فكرية وملكات تستعمل فيها أدوات مع جودة في الفهم واطلاع دقيق على مقاصد الأبواب ومقاصد الأحكام. وطبعا إحنا بنقرأ الكلام ده ونتعجب، لأن الحالة العلمية التي نحن فيها حالة جعلت الصغيرة كبيرا، وجعلت الذي ليس له صلة بالعلم من العلماء ومن الكبراء، وأدخلت في الساحة العلمية من ليس من أهل العلم ولا من أهل التجربة ولا من أهل الخبرة ولا من أهل الممارسة. هذه الحالة العلمية التي نحياها هي حصيلة لأزمنة كثيرة فقدت فيها الملكات، فقدت فيها الرؤية، فقدت فيها المناهج، فقدت فيها الأفكار، فقدت فيها الأكاديميات والعمق والفهم والتحليل، وترأس فيها الجهلاء، وأصبحنا نرى أشخاص لا نعرف لهم إنتاجا ولا نعرف لهم أشياخا يتسلطون ويتصدرون الساحات العلمية. تجد الولد من دول، أنت مين شيخك يا ابني؟ يبدأ يكذب لك، فلان شيخي وفلان شيخي. ولما نسأل المشايخ دول قرأ عليك الولد ده؟ ما قرأش. يوم وليلة يطلع لنا كل فترة شخص، وهذا الشخص يدعي أنه من أهل الاجتهاد ومن أهل الصناعة. طب فين يا ابني إنتاجك؟
مين زكاك؟ جلست مع مين؟ مارست العلم مع مين؟ طيب عملت ايه؟ مفيش. طيب في بقى مسألة أخرى. سكت الإمام أبي شجاع رضي الله تعالى عنه عن النظر إلى أشياء اختصارا، ذكرها الإمام أو ذكر بعضها الإمام الخطيب الشربيني في الإقناع، ومنها النظر إلى التعليم. ووقع نظر التعليم يعني إيه؟ يعني نظر المعلم إلى المتعلمة، ونظر المتعلمة إلى المعلم، ووقع فيها الجدال، ووقع فيها الاضطراب. والأوجه والأرجح أنه يجوز مطلقا نظر المعلم إلى المتعلمة، ونظر المتعلمة إلى المعلم، ده نظر علم. وليس هناك إلا قيود، وهي عدم الشهوة وعدم خوف الفتنة. وده اللي يعني رجحه الشيخ البجولي من خلاف طويل. ولذلك الشيخ الخطيب الشربيني قال: والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم سواء كان المعلم أمرت أو لم يكن أمرت، امرأة أو ليس كذلك، وسواء كان التعليم لأمر واجب أو أمر مندوب. كل ده بيرد على مين؟ بيرد على التقي السبكي، لأن التقي السبكي بيقول لا يجوز نظر المعلم إلى المتعلم، المتعلم اللي هو الشخص اللي هو المرأة، والعكس، إلا إذا كان يعلمها أمرا واجبا. أما النظر في تعليم الأمور المسنونة فلا يجوز، لكنهم أعرضوا عن هذا ما لم تكن المتعلمة مطلقة من نفس الشخص، يبقى ما تنظر لهاش، لأن هناك علاقة بين الرجل والمرأة إذا كان بينهما عقد، لأن نفس كل واحد منهما قد تعلقت بالآخر، تعلقت ميل. ليه؟ لأن الحياء قد ارتفع بينهما والحشمة قد زالت بينهما، فيخشى من الفتنة عليهما. اقرأ بقى الكلام ده من الشيخ البجولي. ها، وسكت المصنف عن أشياء من النظر اختصارا، منها النظر للتعليم فيجوز النظر له ولا يشكل عليه. نظر له الظاهر يعني نظر المعلم إلى المتعلمة، ونظر المتعلمة إلى المعلم، أنا فاهم كده. ها، ولا يشكل على ذلك ما قالوه في الصداق، من أنه لو أصدقها تعليم القرآن، أصدقها تعليم القرآن، لأن أصدق هنا متعد إلى مفعولين. أصدق المرأة تعليم القرآن، يعني إيه؟ يعني جعل صداقها أن يعلمها سورة البقرة، واتفقوا على كده وكتبوا الكتاب على هذا. أم اختلفوا قبل ما يعطي لها مهرها وطلقها قبل الدخول؟ يبقى ليها عنده ايه؟ عنده المهر اللي هو ايه؟ اللي هو نصف تعليم سورة البقرة، ولكن امتنع خلاص، ما يقدرش. ليه؟ لانه لو حصل اختلاء ورؤية هيبقى مصيبة. ها، ويشكل على ذلك ما قاله في الصداق، من انها لو اصدقها تعليم القرآن فطلقها قبله تعذر تعليمها. تعذر أن يعلمها القرآن، لأن التعذر إنما هو في المطلقة. يبقى التعذر هنا في المطلقة، أما غير المطلقة فلا تعذر تعلمها،
لأن كل من الزوجين تعلقت آماله بالآخر. طبعا تعلقت آماله، ده ممكن يكون كمان دخل بينا، فيبقى الحشمة ارتفعت وأصبح الأمر يعني خطر. ولكل منهما طماعية في صاحبه بسبب طمعية، يعني رغبة، كل واحد منهما قد رغب في صاحبه بسبب العهد السابق بينهما. ده بيبقى يعني جاءتني امرأة وبعد أن طلقها زوجها قابلته في مكان ما وطلقها ونجزت يعني وطلقها طلاقا بائنا، وفي لحظة وقعت الفاحشة بينهم مع وجود كراهية قبل ذلك بينهم، حاجة غريبة. لأن هو بيقول لك طمعية، يعني كل واحد له رغبة في الآخر. فهم يعني ذلك لقوة خوف الفتنة. طبعا ما رأيتنا رأينا ذلك ونسمع ذلك ليل نهار. وخص الإمام السلفي جواز النظر بالواجب، بالواجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة. بس الواجب تعلمه وتعليمه، تعلم يعني يجب علي أن أتعلم الفاتحة، ويجب علي أنا كمدرس أن أعلم الفاتحة لمن تعين عليه أن يتعلم الفاتحة. ومن يتعين تعلمه من الصناعي المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب. بشرط أن يكون التعلم من وراء حجاب متعذر، مش متعسر، متعذر يعني مستحيل. ده كلام السبكي، وهو هنا في الإقناع وجرى على ذلك الشيخ البجوري أعرض عن كل هذا. وحمل مسألة الصداق على المندوب كسورة من القرآن، يعني فرق بين الواجب وبين المندوب. وقال الجلال المحلي جواب النظر للتعليم خاص بالأقرب دون المرأة أخذا من مسألة الصداق. حاول يجمع ما بين مسألة الصداق ومسألة التعليم، فحمل مسألة التعليم على الأمرض، وقال وهو أي التعليم للأمرض خاصة، قال لا التعليم ده خاص به الشخص الأمرض، هيعرفه بعد كده الشيخ البجوري، ويقول لك الأمرض هو الشخص الذي لم تنبت له لحية ولم يبلغ أوان الإنبات. قال الجلال المحلي جواب النظر للتعليم خاص بالأمراض دون المرأة أخذا من مسألة الصداق، فإنها تقتضي منع النظر إلى المرأة للتعليم وإلا لما تعذر. والمحتمل جواز النظر للتعليم مطلقا، هو ده جواز النظر للتعليم مطلقا سواء كان للأمرض أو لغير الأمرض. يبقى الإطلاق ده وارد على إيه؟ على الأمرض وغير الأمرض، على الواجب وغير الواجب، مش وارد على الشهوة أو عدم الشهوة. الإطلاق هنا عن التقييد بكونه واجبا أو مندوبا، وعن التقييد بكونه أمرض أو غير أمرض. مطلقا ما عدا المطلقة قبل التعليم، إلا المطلقة قبل التعليم، طلقها قبل أن يعلمها ما اتفق على كونه صداقا. لما تقدم من قوة خوف الفتنة لتعلق طماعية كل منهما بالآخر. طيب تمام كده. وهناك بقى أشياء كثيرة، يعني الشيخ البجوري هنا الشيخ الخطيب ذكر مما سكت عنه المصنف من النظر أشياء، منها النظر إلى التعليم، أدي واحد احسبوا معايا، ومنها نظر المرأة إلى محارمها، ومنها نظر المرأة إلى بدن الأجنبي، ومنها نظر رجل إلى رجل، ومنها نظر الأمرض وهو الشاب الذي لم تنبت له لحية ولا يقال لمن أسن، يعني شخص كبير، شاب لم تنبت له لحية وليس يعني ايه اسن، ولا شعر بوجهه امرض، ولا يقال لمن اسن ولا شعر بوجهه امرض، بل يقال له ثط او ثط، لا ثط بالثاء المثلثه، فان كان بشهوه كذا كذا الى اخره.
ومنها النظر إلى الأمة، ومنها نظر المرأة إلى مثلها، ومنها نظر الكافر الكافرة إلى المسلمة. كل هذه مما سكت عنها. طيب، وإحنا كمان هنسكت عنها. لماذا؟ لأن إحنا شرحنا مبني على الاختصار والاختصار.